أهلا بكم من جديد. زراعة الشعر أمر يهم كثيرا من الرجال مع انتشار الصلع خاصة وازدياده مع تقدم العمر. ومن المعروف أن تركيا من أولى وجهات السياحة العلاجية العالمية في هذا المجال تحديدا. ولكن السؤال المحير دائما هو كيف يمكن اختيار الطبيب المناسب؟ وهذا ما أرك شوكت أكايا من اسطنبول الذي تردد كثيرا قبل قرار زراعة الشعر حتى وثق أخيرا في ضيفنا دكتور باريش كيكليك أخصائي جراحات التجميل وزراعة الشعر واتخذ قراره وقرر أن يشارك جمهور برنامج الحكيم من تركيا تجربته. اسمي شوكت أكايا، عمري 39 سنة من تركيا. كنت أعاني من تساقط الشعر لفترة طويلة، ولكن بعد نصائح الكثير من أصدقائي قررت زراعة الشعر منذ سنتين تقريبا. منذ عامين قدم إلينا السيد شوكت من أجل زراعة الشعر، ومن خلال التحليل وجدنا أن جذور الشعر لديه جيدة جدا، فاتخذنا القرار وبدأنا بزراعة الشعر. قمنا باستخدام أسلوب FUE والذي نقوم عبره بأخذ الشعر من خلف الرأس، لأن زراعة الشعر بهذا الأسلوب لا تترك أي أثر في الرأس، ثم نقوم بزراعة الجذور التي أخذناها بشكل ناجح وتعطي نتيجة رائعة في وقت قصير. بعد العملية شعرت بالثقة في نفسي بشكل أكبر. تعليقات الناس من حولي أسعدتني جداً، لأنهم جميعاً كانوا يخبرونني أن العملية ناجحة، ولهذا السبب أشكر الدكتور باريش وفريقه كثيراً. أرحب بضيفي دكتور باريش كيكليك أخصائي جراحات التجميل وزراعة الشعر، وكذلك نرحب بضيفنا سيد شوكت أكايا الذي انضم إلينا ليشاركنا تجربته مع زراعة الشعر. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الأعزاء لأن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر، كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا ومع ضيوفنا عبر رقم الواتساب المخصص لكم والظاهر الآن على الشاشة. أهلا وسهلا بكما. لو تسمح لي دكتور باريش أبدأ مع شوكت، أريد أن أعرف شعورها الآن والفرق ما بين قبل الزراعة وما بعد الزراعة. يعني ما بعد العملية فعلا ازدادت نسبة الثقة بنفسي وعادة مرة أخرى، لأن كان هناك تساقط كبير في الطرف الأمامي من شعر رأسي. بعد يعني ربما يعني بعد إجراء العملية بشيء بسيط ربما كان هناك يعني تغير أقلقني، ولكن بعد ذلك شعرت بالسعادة والامتنان لأن العملية كانت ناجحة وأنا سعيد جدا بهذه الحالة. دكتور باريش، يعني وضح لنا أكثر كيف كانت درجة الصلع عند سيد شوكت وكيف تعاملت معه. يعني سيد شوكت عندما أتى إلينا كان يعاني من تساقط الشعر الذكوري، يعني عامة الرجال يعانون بعد فترة معينة من العمر يكون هناك تساقط من العمر خاصة في الطرف الأمامي من الرأس القسم الأمامي، يعني المنطقة المانحة أي المنطقة الخلفية من الرأس كانت جيدة بحالة جيدة. قمنا بأخذ جذور الشعر من المنطقة الخلفية للرأس، و السيد شوكت كان يعتني بشعره بشكل جيد، وهذا أمر في غاية الأهمية أن يكون المريض مهتم ومعتني بشعره. وبعد عدة أشهر من العملية استطاع أن يحصل على شعر طبيعي من شعره، يعني وكان طبعا يقوم بقص شعره تماما لأنه كان أصلع من قسم الأمامي، فكان يتخلص من كل شعره تماما، ولكن الآن هو مبسوط جدا. سيد شوكت، أنت الآن معنا مثال لزراعة شعر ناجحة،
وكثير من المشاهدين ومن الرجال يعني يعانون من نفس المشكلة، ولكن يجدون صعوبة في اتخاذ القرار بسبب كثرة الإعلانات وكثرة الأطباء لا يعرفون بالضبط كيف يختارون الطبيب المناسب. فقل لنا تجربتك، كيف أنت اخترت الطبيب المناسب في هذا الأمر؟ كيف وصلت إلى دكتور باريش واعتقدت أنه سيجري لك عملية ناجحة؟ يعني أنا عندما قمت باتخاذ القرار لعملية زرع الشعر قمت بالبحث والتحري وأصغيت إلى أصدقائي وما أجرون من عمليات، وبعد ذلك وصلت إلى السيد برش وذهبت إلى عيادته. في اللقاء الأول أنا تأثرت من طريقة ترحيبه ومن طريقة شرحه لما قبل العملية ما بعد العملية، استفدت من معلوماته كثيرا، ماذا سيحدث، ماذا سأتعرض إليه وغير ذلك، وتعرفت على فريقي وتأثرت منهم صراحة ومن طريقة عملهم، وشرحوا لي بالتحديد ماذا سيحدث، ولم أخف أبدا واعتمد عليه تماما. والثقة هنا مهمة كانت فعلا، ويبدو أنك راض تماما عن نتيجة هذه العملية. دكتور باريش، ما هي مدة الاستشفاء التي يعني يتم أو قررتها لحالة سيد شوقي؟ يعني عملية الزراعة تقريبا 5-6 ساعات تستغرق، يعني يوم واحد نستطيع نقول، وبعد ذلك 3 أيام نكون بعيدين منها من الماء، يعني المريض يبتعد عن الماء، وبعد ذلك بعد الأيام 3 الأولى يأتي المريض إلينا لكي ننظف الرأس من الدم وغير ذلك، طبعا بمحاليل خاصة نستخدمها في عيادتنا. بعد ذلك الجرح يلتئم في المنطقة التي أخذنا منها الشعر، وأيضا يكون هناك التئام أيضا في القسم الأمامي الذي قمنا بزرع الشعر عليه، يعني الجذور تتمسك بالفروة، فروة الرأس، وهذه المدة تقريبا 6 أشهر، لأن الشعر الذي زرعناه يتساقط والجذر الذي يمسكه يبقى ويتجذر أكثر في فروة الرأس ولن يتساقط أبدا مدى الحياة. عظيم، أعتقد أنك استخدمت تقنية الـ FUE في حالة السيد شوكت، ودائما يعني تشدد في لقاءاتك معنا عن أهمية هذه التقنية وأنها الأحدث والأفضل، فما الذي يجعلها يعني مهمة بهذا الشكل، وهل جميع الأطباء يجيدون التعامل معها؟ في تركيا نحن نستخدم التقنيات الحديثة، يعني أغلب العيادات هنا التي تقوم بعمليات زراعة الشعر في تركيا أستطيع أن أقول تستخدم التقنيات الحديثة على الأقل التي أعرفها أنا. يعني نحن نقوم بإجراء هذه العمليات في جو المستشفى، يعني لأن هذا نقوم بإعطاء العلاج والدواء للمريض، لذلك نقوم بالوصول إلى شروط المستشفى بعد ذلك إجراء العمل. FU التي نتكلم عنها يعني FUE هي نقوم باستخدام محرك مصغر ميكرو موتور، ونأخذ الشعر مع جذورها من خلف الرأس، ونستخدم ريشة أو رأس الجهاز مصنوع من الصفير، وهذا يؤدي إلى جروح بسيطة جدا في الرأس. نحن طبعا مع السيد شوكت لم نستخدم بهذه مع شوكت، ولكن يعني البعض لا يستطيع أن يعني لا يود أن يكون هناك جروح كبيرة، يعني تطول معنا أكثر عندما نستخدم. يعني هناك خيارين أستطيع أن ألخص لكم، الخيار الأول أن نستخدم فيها ريشة الصفير، والأخرى بعدم استخدامها، يعني إذا لود أن يحلق شعره تماما نقوم بقص صغير للشعر واستخلاص الجذور مع الشعر، ويكون هناك أورام خفيفة أكثر، والأخرى تكون هناك أورام أكثر، ولكن إحدى العمليات تكون سريعة والأخرى تكون أطول. المهم هنا الفريق التقني، أن يكون الطبيب له تجربة كبيرة، وأن يكون هناك شروط المستشفى المتكامل. عظيم، ننتقل لأسئلة متابعينا التي وصلتنا عبر الرقم
الواتساب، ونبدأ بسؤال من رفعت من كندا، يقول: في أي موسم تتم زراعة الشعر أفضل؟ يعني في كل فصل نستطيع أن نقوم بزرع الشعر، المهم أن يهتم المريض أنه يجب أن لا يتعرض للشمس بشكل مباشر ما بعد العملية، يعني إذا كان يخطط لإجازة صيفية مثلا أن يذهب إلى البحر وغير ذلك، يعني إذا اهتم بهذا الأمر يعني أول شهر أن لا يكون هناك تماس مع مياه المسبح مثلا، وبعد شهر واحد يستطيع أن يتسبح في المسبح أو في البحر، وبعد ذلك سينتظر أن يرجع مرة أخرى أن ينمو الشعر مرة أخرى. يعني إذا كان لديه خطة إجازة صيفية أن يؤخرها. يبدو أنه كان سؤالا مهما بالفعل. خليفة من قطر يقول: يوجد حولي أناس قاموا بزراعة الشعر ولكن مظهرهم غير طبيعي أبدا، ومن الواضح جدا أنهم قاموا بزراعة الشعر، هل يوجد أسلوب جديد لحل هذه المشكلة؟ من أجل الشيء الذي يضفي إلى الشعر الشكل الطبيعي هو استخدام ريشة الصفير أو رأس الجهاز الصفير، لأن نقوم مع استخدام هذا الصفير بجرح بسيط جدا، ونقوم بوضع فتح هذا الثقب أو الجرح بميل طبيعي، يعني إذا كان الشعر مائلا إلى الوراء نقوم بفتح هذا الثقب أو الحفرة البسيطة هناك بميول طبيعية، فينمو الشعر مثل الشجرة بالاتجاه الطبيعي للشجرة، وهي تكون متناسبة مع شخصية الشعر وميزات الشعر. ونحن نقوم بفتح هذا طبعا الثقب بمقياس أو بقياس الجذر الحقيقي للشعر، لذلك تكون نسبة النجاح كبيرة عندنا. عظيم، إذن يعني هذه المشكلة لها حل. أحمد من مصر يقول: يوجد لدي الكثير من الشعر الشائب، فكيف سينمو الشعر الجديد المزروع؟ طبعا الشعر الشائب الأبيض، يعني إذا الشعر الذي أخذناه من القسم الخلفي للرأس، ما هي شخصية هذا الشعر؟ ما هي ميزات هذا الشعر؟ سينمو الشعر في القسم الأمامي بنفس الشكل، يعني ماذا زرعنا سنحصد الذي زرعنا، إذا كان أبيضا سيكون أبيضا، إذا كان أسودا سيخرج أسود، لذلك نحن عامة نقوم بانتقاء الجذور بعالية الجودة والسوداء لكي يكون هناك شعر أسود. عبد العزيز من الكويت يقول: هل يحصل أي تساقط للشعر في المكان الذي يزرع فيه الشعر بعد ذلك؟ نعم، الجذور التي نأخذها من الخلف هي مدى الحياة إذا لم يتعرض لأي مرض أو أي عاهة مرضية في الرأس أو غير ذلك، ستبقى هذه الجذور مدى الحياة. محمود من الأردن يقول: هل ينمو الشعر مجددا في المكان الذي يؤخذ منه الشعر؟ لا، مع الأسف هذه عملية نقل مثل الجذع الشجرة أو الوردة، عندما تأخذونها من مكان تزرعون في مكان آخر، لذلك لا يوجد في المنطقة الأولى التي نزعنا منها الشجرة أي شجرة وجذع لها، لذلك لن يكون هناك أي شعر. نحن نقوم بانتقاء الشعر من المكان الذي يوجد فيه غزارة في الشعر، لذلك لا نأخذ نسبة كبيرة من الشعر. أشكرك جزيل الشكر دكتور باريش كيكليك، أخصائي جراحات التجميل وزراعة الشعر، وكذلك أشكرك سيد شوكت أكايا، شاركتنا تجربتك مع زراعة الشعر وبالتأكيد استفدنا منها كثيرا. وقبل الختام أذكركم بأنه يمكنكم مشاهدينا التواصل مباشرة معنا ومع ضيفنا عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة والمخصص لاستقبال رسائلكم. انتظرونا غدا في نفس الموعد مع الحكيم من تركيا. دمتم بصحة وإلى اللقاء. Okay.